وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف أحد المكرمين العميد محمد بن محمد بن دينا المدير العام للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار، ونود أن تقول لنا ماذا يمثل لكم هذا التكريم من قبل جلالة الملك المعظم؟ في البداية أتقدم بالتهنئة والتبريكات إلى مقام سيدي جلالة الملك المعظم وإلى سيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب مملكة البحرين الكريم بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكرى تولي سيدي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم. نعم، اليوم يوم تاريخي ولا ينسى، حيث أن هذا التكريم من سيدي جلالة الملك المعظم راعي المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكتنا القالية وسام على صدورنا، ونعتز به ونشكر جلالته حفظه الله الذي يحرص دائما على تكريم رواد العمل الوطني كلهم في موقعه. فهذا التكريم هو دلالة على اهتمام جلالته بالمواطنين وتقديرا لعطاءاتهم وإسهاماتهم في نهضة وطننا العزيز. ونحن اليوم نعاهد سيدي جلالة الملك البلاد المعظم وسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وسيدي معالي وزير الداخلية في الاستمرار بالعطاء وبذل كل جهد في سبيل إعلاء راية البحرين، وأن تكون خفاقة في كل المحافل، وأن نكون دائما جنودا أوفياء لسيدي جلالة الملك المعظم أيده الله. العميد محمد بن محمد بن دينا المدير العام للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.